اول حاجه هقول مقادير الوافل. عندي 2 كوباية دقيق، جميع الاغراض عادي مفيش مشكله، وعندي 2 بيض مفصولين، هفصل الصفار لوحده والبياض لوحده، وفانيليا، وعندي كمان معلقه صغيره ملح، معلقه صغيره، معلش مش 2 معلقه، معلقه صغيره ملح، و2 معلقه كبيره زيت، و2 معلقه كبيره زبده سايحه، وعندي معلقه صغيره بيكنج باودر، و2 كوباية لبن او ميه دافيه المتوفر عندي، ما عنديش مشكله، يعني ممكن استعمل ميه وممكن استعمل لبن، و1/4 معلقه صغيره بيكربونات. للتزيين بقى عندي اي فواكه متقطعه، عندي سواء مانجا، كانتالوب، عنب، تفاح، هعمل شويه جناش شوكولاته، عندي صوص كراميل، عندي ايس كريم، يعني مفيش مشكله خالص في كل الحاجات دي نقدر ان احنا ننوع فيها. هقول مقادير مره كمان، عندي 2 كوباية دقيق، عندي 2 بيضه مفصولين صفار وبياض لوحدهم، وعندي فانيليا، و2 معلقة كبار سكر، و1 معلقه صغيره ملح، و2 معلقة كبار زيت، و2 معلقه كبيره زبده سايحه، وعندي كمان 2 معلقة صغيرة بيكنج باودر، و1/4 معلقة صغيرة بيكربونات، وعندي 2 كوباية لبن دافي او ميه دافيه اللي متوفر هشتغل بيه مفيش مشكله خالص. تمام، هزين بقى بايه؟ هزين بفاكهه متقطعه، بجناش شوكولاته، بصوص كراميل، ايس كريم، عسل، المتوفر عندي هشتغل بيه مفيش مشكله خالص. تمام، اول حاجه هجيب البياض بتاع البيت بتاعي واحطه يتضرب، يبقى البياض بتاع البيضتين بتوعي. معانا تليفون ام وفاء؟ لا مش سامعه والله. طيب ممكن ناخد تليفون؟ طيب معانا. الو، ايوه، شيف اسماء، ازاي؟ ام اسماء، ازيك يا ام اسماء، عامله ايه؟ الحمد لله، انت عامله ايه يا شيف؟ الحمد لله يا حبيبتي، تمام، كله زي الفل الحمد لله. ربنا يخليك يا شيف على الاكلات الجميله اللي بتعمليها لنا. ربنا يخليك يا حبيبتي، المهم بس بتنفذوها وتطلع ناجحه معاك، وده اهم حاجه. الحمد لله، ربنا يخليك، بس انا بشكرك جدا والله. الله يخليك يا حبيبتي، ربنا يخليك يا رب. عندك اي سؤال تاني يا ام اسماء؟ والله لو سمحت يا شيف، انا كان عندي بطايه كنت عايزه اعملها محشيه في الفرن، فكنت حاضر. عايزه اعرف طريقه حلوه. حاضر، هقول لك. بالله عليك. حاضر والله، هجاوبك النهارده في الحلقه على طريقه حلوه جدا تجربيها وهتعجبك قوي. حاضر يا حبيبتي. ماشي يا حبيبتي، ميرسي. التليفون عملنا ايه؟ حطيت البياض بتاع البيضتين في العجان، انا عايزه اعملهم مارينج، عايزاهم يعملوا فوم كده ويعملوا مارينج. في الوقت ده انا هاجي هنا هشتغل، هحط 2 كوباية الدقيق، تمام، وهحط البيكنج باودر، وهحط البيكربونات، تمام، هقلل بس البيكربونات شويه عشان ده حطيت انا كتير، تمام، وهحط الفانيليا، تمام، السكر، حطيت ايه؟ حطيت 2 كوباية الدقيق، حطيت السكر، حطيت البيكنج باودر والفانيليا والبيكربونات صودا، وهحط كمان عليهم صفار البيض. ناخد مين معانا؟ عبير معانا؟ ازيك يا اسماء؟ ازيك يا عبير، عامله ايه؟ كويسه الحمد لله. الحمد لله يا حبيبتي، تمام، اتفضلي يا حبيبتي. لو سمحتي كنت عايزه اعرف شوربه الخضار. شوربه الخضار؟ اه. حاضر يا حبيبتي، حاضر، عينيا، هقول لك شوربه الخضار. ماشي جميل. هحط 2 معلقة زيت، تمام، يبقى حطيت ايه تاني؟ حطيت 2 كوباية دقيق، حطيت 2 معلقة زبده سايحه، 2 معلقة زيت، وصفار بيضتين، والبيكنج باودر والبيكربونات، ورشه الملح برضو هحطها، تمام، وهقلب بقى كل ده مع بعض، واحط معايا عليهم 2 كوباية
لبن او كوبايتين ميه المتوفر عندي. خلاص هجيب بس ويسك كده انزل باللبن. دول عندي 3 كوبايات هنزل منهم كوبايتين. تمام. اقلب. انا ما حطيتهمش كلهم، انا بس عايزه افك الدقيق. هناخد استاذ محمد معانا على التليفون. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا استاذه؟ ازاي حضرتك؟ ازيك يا شيف، عامله ايه؟ الله يخليك. الحقيقه انت انسانه هايله جدا. ربنا يخليك يا رب. تسلم. والله بجد انسانه هايله هايله ما شاء الله عليك، يعني ربنا يبارك لك. ربنا يخليك. انا مبسوط جدا، بحب الحقيقه ان انا اشوف طريقتك السهله وطريقتك المبسطه، وبتحبي دايما تعيدي وبتزيدي. الحقيقه حاجه رائعه جدا 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 والله بجد، مش مجامله والله. تليفونك والله جدا، والكلام ده بيبسطنا وبنفرح كمان لما يبقى متابعينا رجال وستات. انت حد رائع رائع ما شاء الله عليكي. ميرسي لحضرتك جدا. ميرسي والله بجد. والحقيقه انا يمكن يعني بحب قوي اتفرج على الاكل بشكل عام كده، بحب يعني بيشدني قوي ان انا اشوف الطرق وكده. والحقيقه جربت طريقه من بتاعتك اللي هي الحلاوه الصحيه، يعني والله بجد يعني ده كلام بيبسطني والف هنا، واكيد طلعت كويسه عشان حضرتك عملتها. بس والله اقول لك كانت جميله جدا، عجبتني جدا الحقيقه. الف هنا وشفا. الف هنا. ولكن في ناس بسيطة عايز استشيرك فيها. اتفضل. طرية شوية، معرفش ايه السبب، يعني حاسس ان هي طرية، مع ان المكونات زي ما قلت بالظبط، يعني نفس المقدار بالظبط. كوبايتين حلو جدا غير بره الحقيقة. حطيتها في التلاجة يعني سبتها تهدى شوية وحطيتها في التلاجة وبرضه طلعت طرية كده. وانا هي بقى بتتقطع على فكرة قطعة وكل حاجة. تمام. بس انا حاسس ان هي طرية شوية، معرفش هل ازود حاجة انقص حاجة. لا ممكن الطحينة كانت زايدة، ممكن شوية، ممكن الطحينة زادت. الطحينة الطحينه لما بتزيد شويه بتترى شويه، يعني الطحينه لو زودنا عن المقدار ده بتخليها طريه اكتر، فممكن الطحينه كانت زايده شويه، فهو ده بس الحاجه الوحيده اللي تخليها طريه. حضرتك كده لو ظبطت موضوع الطحينه ده هتلاقيها معاك كويسه جدا ومقرمشه زي بره. تمام بالظبط. ميرسي جدا استاذ محمد على تليفونك ومتابعتك، وبجد التليفونات وكلامكم حتى على الصفحه بجد بيبسطني جدا جدا جدا، ودايما يا رب ان شاء الله اكون عند حسن ظنكم كده باذن الله. انا هنا هحط كوبايتين الدقيق بتوعي، بحطهم بالتدريج كده زي ما انتم شايفين اهو. تمام اهو، ده القوام كده تمام جدا، القوام ده معايا تمام قوي. هو كوبايتين على كوبايتين دقيق. عايزه اروح اشوف البياض كده تمام جدا، هو ده الشكل اللي انا عايزه البياض يبقى عليه. هفضي بس البياض كده تمام اهو. يبقى انا حطيت الصفار على الدقيق واللبن وعلى البيكربونات والبيكنج باودر والفانيليا وكل الكلام ده، وبعد كده حطيت البياض البيض لوحده يتخلط زي ما انتم شايفين لحد ما يوصل عندي للقوام ده اهو. شايفين؟ هجيب بس سباتيلا كده وانزل. باين عندي اهو ده الشكل اللي انا اهو عايزه اوصله اهي. تمام. مش حط عليه اي اضافات، المهم بس البوله تبقى نظيفه بمضرب بيض او حاجه، نبدا نضرب بياض البيض بالشكل ده. تمام. هنزله بقى على الخليط بتاعي. موضوع فصل البيض ده بيخليهولي مقرمش وفي قرمشه كده وطري من جوه، بيخليه شويه عاطيني النتيجه اللي انا بجيبه من بره، عن ان انا احط. في ناس بتحط البيض على بعض، بس موضوع فصل البيض ده بيديني نتيجه حلوه قوي، قريب قوي من الوافل اللي احنا بنشتريه من بره، بيبقى مقرمش كده من بره وطري من جوه. تمام. وهبدا بقى بالراحه كده انزل كل البياض ده وبالراحه عشان ما انزلش الهواء اللي في البيت. معانا مدام امال.
ايوه السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ الله يخليكي شيف اسماء، ما شاء الله عليكي، ربنا يا رب يديكي الصحه والعافيه يا رب. الله يخليكي يا حبيبتي، ربنا يخليكي يا حبيبتي. الله يخليكي. لو سمحت يا شيف انا عايزه اعرف يعني الفراخ لما اجيبها من عند الفرج احطها في المحلول الخل والملح الاول، ولا احطها في الفريزر على طول واطلعها؟ تمام. وبعد كده احطها في محلول يعني انضفها الاول وادخلها الفريزر ولا قبل؟ هي مفيش مشكله، بس لو انت عايزه تجيبي الفراخ تحطيها في الفريزر وبعدين تطلعي تنضفيها، او تنضفيها وبعدين تحطيها في الفريزر، مفيش مشكله. بس كده كده لما بتخرجيها من الفريزر بتبقى عامله تلج، فيعني بتبقي محتاجه برضو ان انت تغسليها غسله كمان. فانا افضل ان انت تجيبيها ولما قبل ما تشتغلي بيها على طول تنضفيها وتحطيها في المحلول بتاعك، الدقيق والليمون والملح والكلام ده كله، وتشتغلي بيها على طول. ده انا بالنسبه لي افضل يعني. لكن في الحالتين مفيش ضرر يعني، سواء هتنضفيها قبل ما تحطيها في الفريزر او بعد ما تطلعيها من الفريزر، في الحالتين مفيش مشكله خالص فيها. بصوا انا قاعده بقلب لحد ما البياض كله يختلط معايا. هجيب الويسك بقى كده احسن اهو، واقلب كل ده كده مع بعض يختلط معايا. تمام اهو، بصوا ده القوام. تمام كده جاهز معايا وكله زي الفل. خلاص اخد بس الطبق ده كده هنا. طيب انا عندي هنا مكنه الوافل معانا ياسمين. أيوة. ياسمين ازيك؟ الحمد لله، ازاي حضرتك؟ الحمد لله يا حبيبتي، اتفضلي. جميل. لو سمحت عايزه طريقه المكرونه البشاميل. حاضر يا حبيبتي. طيب ممكن اقول حاجه تاني؟ اه اتفضلي يا حبيبتي. طيب انا على والدتي ام عادل في الخطوط. احنا كمان كلنا بنسلم على ام عادل. يا رب يا رب يشفيه هو وكل الناس اللي يا رب مريضه يا رب. عايزه كده ياسر؟ طيب اوكي تمام. انا بدهنها دلوقتي زيت بفرشه كده، فرشه بسيطه. تمام فرشه بسيطه اخرها كده. تمام فرشه كده بسيطه، وهبتدي بقى اجيب الخليط بتاع الوافل بتاعي، بس اسيبها تسخن. طب انا ما عنديش مكنه وافل وعايزه اشتغل وافل، هعمل ايه؟ طاسه مش بتلزق عندي، هقوم حطاها على النار واسيبها تسخن تماما، وهعمل زي كاني بعمل بان كيك او كريب، بس هيبقى طعم الوافل عندي. تمام يبقى انا عندي مكنه وافل هشتغل عليها، ما عنديش هشتغل في طاسه كده زي ما انتم شايفين. هنشفها، هدهن نقطه زيت بس صغيره او زبده يعني اللي انتوا حابينه. بصوا كده دهنه بسيطه، وهمسح حتى يعني جزء من الدهنه اللي انا دهنتها دي. تمام اهو خلاص، وابدا بقى اجيب حاجه اغرف كده بيها الوافل بتاعي. بصوا هبدا بقى احط الوافل بتاعي بعد ما المكنه عندي تسخن بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تمام وابدا احط كده واوزع. بصوا وهي بتنزل اي زياده فيها لما باجي اقفل، كل الزيادات بتنزل مفيش مشكله يعني. بصوا لما اجي اقفل دلوقتي هتلاقوا اي زياده قفلت نزلت اهو. خلاص طب انا لو عايزه اعملها في الطاسه وما عنديش مكنه وافل هعمل ايه؟ هقوم جايبه برضو طاسه مش بتلزق، واقوم حاطه شويه كده بالشكل ده. هتبقى معايا بس شكلها مختلف. او في اقتراح تاني، بس بصراحه ما بيطلعش يعني مش بيطلع نفس النتيجه بتاعه المكنه او الطاسه، ان احنا في قوالب دلوقتي على شكل وافل نقدر نحطها ونخبزها في الفرن، فبرضو عندنا كذا اختيار، فشوفوا اللي انتوا متوفر عندكم تقدروا تشتغلوا بيه. المكنه زي ما انتوا شفتوا كده هتنزل اي زياده فيها،
وهدينا الشكل اللي احنا عايزينه، او الطاسه زي ما انا وريتكم اهو، زي ما انتم شايفين بصوا عامل ابتدى يطلع فقاقيع زي ما انتم شفتوا كده. هقوم جايبه حاجه وقلبها، تمام. تمام كده، بصوا بالراحه كده. هقوم بسم الله الرحمن الرحيم، سيبها شويه او اجيب حاجه اكبر من دي اعرف اشيلها بيها احسن. ماشي دي تمام، ماشي اهو بصوا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. فاحنا ممكن نعملها كده وممكن نعملها كده، اللي نعرف اللي متوفر عندنا نشتغل بيه مفيش مشكله. مش معنى ان انا ما عنديش مكنه وافل فانا اقف خلاص في الموضوع، لا مفيش مشكله خالص، تقدروا ان انتوا تعملوا في الطاسه. معانا مين تليفون؟ معانا ام اسلام؟ لا لسه. معانا ام اسلام؟ معانا محمد؟ معانا؟ ايوه السلام عليكم. السلام عليكم. ازاي حضرتك؟ اتفضل. اتفضل مع حضرتك. عاوزين نسال على طريقه بوتيفور بس. البوتيفور؟ حاضر يا استاذ محمد. قبل ما تختم الحلقه ان شاء الله بس عاوزين نسمع. حاضر يا استاذ محمد. ماشي. اهو بص شايفين، هطلعك فاصل حالا يا ياسر، بس ثانيه واحده. ماشي اهو بالشكل ده. تمام؟ ممكن بقى نطلع فاصل لو حابب. ماشي. طيب يبقى احنا كده عملنا الوافل ازاي؟ هاعيد مقاديره. مقاديره عندي كوبايتين دقيق، عليهم 2 صفار بيضه، عليهم بيكنج باودر، وعليهم فانيليا وبيكربونات، وكمان حطينا كوبايتين اللبن او الميه، وبره عملنا البياض. المقادير برده قدامنا اهي، وعملنا ضربنا البياض لحد ما وصل مارينج معايا، وبعد كده حطيت عليه المعلقتين الزيت ومعلقتين الزبده، كل ده خلطتهم مع بعض وبدات ادهن بالزيت. ممكن احط عندي في المكنه او ممكن احط عندي في الطاسه زي ما انتم حابين والمتوفر عندي. تمام. ممكن نطلع بقى بريك، وبعد البريك نبدا نشتغل في بقيه وصفاتنا وازاي نزين الوافل وازاي نتعامل معاه. استنونا. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. قبل الفاصل عملنا مع بعض الوافل بالطريقتين، بالمكنه او بالطاسه زي ما انتم شفتوا، ونقدر نشتغل بيهم زي ما احنا عايزين. طب عايزين نزين كده منهم شويه. انا عايزه اجيب هنا كمان الحاجات اللي احنا عملناها امبارح، الحلاوه السبريد، الشوكولاته والساده. تمام. وكمان عندنا الشوكولاته القابله للده برضو، حاجات اللي احنا كنا عاملينها امبارح. تمام. وزبده الفول السوداني. تمام. عايزه بس اسويها كده. دي الحاجات اللي احنا كنا عاملينها امبارح، ولو حابين نستخدمها في اي حاجه في الوافل برضو نقدر ان احنا نستخدمها، مفيش مشكله خالص. تمام. هجيب بقى طبق وهبدا اجيب الوافل بتاعي. بصوا الوافل زي ما انتم شايفين كده، هجيب بس سكينه او حاجه وهقوم منزليه اهو. هسليكوا كده من المكنه بس اهو، وابدا انزله بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تمام. سخنه اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تمام. زي ما انتم شايفين كده، هساوي بس الاطراف دي، هشيلها وهقوم اسمنه نصين وشغاله بيه مفيش مشكله خالص.
تمام. تعالوا بقى نشتغل في الوافل اللي عندي. هبتدي مثلا عندي ايه؟ عندي شوكولاته قابله للدهن، عندي شويه جناش شوكولاته، يعني اللي احنا متوفر بيه وحابين نشتغل بيه ومتوفر عندنا مفيش مشكله. عندي شويه فاكهه فنقدر ان احنا نعمل، لو عندي لو عايزين مثلا شويه كريم شانتيه برضو نقدر نشتغل بيه، فالمتوفر عندي وموجود في البيت تقدروا ان انتوا تعملوه. تمام. البس جلوفز كده وابدا ازين بقى الوافل بتاعي باي حاجه. بس طبعا نصيحه، لو احنا هندي لاولادنا في المدرسه بلاش يبقى حاجه فيها كريمه كتير، بلاش يبقى فيها الحاجات اللي فيها يعني زروطه كده كتير، لا يبقى فيها فاكهه، يبقى فيها ممكن كريمه شوكولاته قابله للدهن، فيها شويه جناش شوكولاته، صوص كراميل، الحاجات دي. بس الكريمه والحاجات دي بتبقى معايا بصراحه بتزروط الدنيا وبتبهدل خالص الموضوع. احط شويه فاكهه كده. معانا تليفون ماجد. ناهد، ازيك يا ناهد؟ عايزك اسمع مني. الحمد لله يا حبيبتي تمام، كله لو زي الفل. لو سمحت بس بالله عليك عايزاك تقولي لي دلوقتي، عايزه اسال، عايزه قولي لي عشو. معانا ناهد ولا رحت السكه قطعت؟ ناهد طب حاولي كلمينا تاني يا ناهد. ماشي يا حبيبتي. عندي هنا شويه جناش شوكولاته، وجناش الشوكولاته زي ما انتم عارفين بنعمله ازاي، نص كوباية كريمة بنحط عليها أول ما تسخن، بنحط عليها شوية شوكولاتة حوالي 200 جرام شوكولاتة مبشورة، وبنسيحها أول ما الكريمة تسخن. يبقى هنسخن نص كيلو، نص كوباية كريمة، أول ما الكريمة تسخن هبدأ أنزل بيها ب 200 جرام شوكولاتة. تمام. ده مثلا ممكن أعمله كده خلاص. ممكن اعمل مثلا واحده تانية، او ممكن اعمل كذا يعني اتنين فوق بعض. تمام. ممكن اخد كده اتنين فوق بعض، ابدا كده اشتغل مثلا بالشوكولاته القابله بالدهن اللي احنا عملناها امبارح. بصوا بصوا القوام بتاعها، عايزه اوريه لكم وانا شغاله بيه اهو. مش شايفين القوام بتاعها حلو جدا وبطريقه، بصوا اهي، بصوا دي الشوكولاته القابله للدهن اللي احنا عملناها امبارح، فتقدروا برضو ان انتوا تشتغلوا بيها، برضو تحطوها على الوافل بالشكل ده كده. تمام. مش شايفين قوامها عامل ازاي؟ واحلى كتير وانضف وما فيهاش مواد حافظه، ويعني وبصوا اوفر كمان كتير جدا جدا من اللي احنا بنجيبها من بره. تمام. احط عليها كمان شويه، وكل ولادنا بيحبوها، مفيش حد من ولادنا ما بيحبوهاش. اسماء معانا، عندنا النهارده اسماء ومؤسماء، عندنا اسماءات كتير في الحلقه معاكم النهارده. اسماء معانا، طب حاولي تكلمينا تاني يا اسماء. هجيب ايس كريم عندي. تمام. ممكن احط كده اجيب معلقه اهو، ممكن احط الايس كريم بالشكل ده كده. تمام. بس برضو لو هنوديها معاهم المدرسه ما يفضلش برضو اللي عليها ايس كريم لانها تسيح طبعا، اهو بالشكل ده كده. تمام. تقدروا بقى تعملوا اي حاجه انتوا عايزينها، تحطوا جنبها شويه عنب فواكه، يعني ممكن في اللانش بوكس كده، ما تحطوش بقى يعني تتعامل بس بالشوكولاته قبل الدهن، ونحط جنبها كده شويه فواكه معاهم في اللانش بوكس مثلا، هتبقى حلوه جدا اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، يبداوا ياكلوها معاهم. معانا ايمان. الو. ايوه ازيك يا ايمان. ايوه ازيك يا ايمان. الحمد لله. اتفضلي حبيبتي انا معاكي. بصي انا عايزه اسال، عايزه كنت عايزه اكلات للاطفال، عندي مصطفى عنده سنين. اكلات للاطفال؟ انا مش سامعاكي معلش كويس. اكلات للاطفال؟ اكلات للاطفال. تمام.
مصطفى عنده وعندي مصطفى عنده 5 سنين وبنت عندها 2 سنين. طيب حاضر. بصي احنا الاسبوع ده كله عاملينه لحاجات الاطفال وحاجات المدارس، هو نفس الموضوع هينفع معاهم، مفيش مشكله خالص، يعني 3 سنين و2 سنين خلاص، يعني مش شهور مثلا في حاجات ممنوع منهم او حاجه، غير طبعا لو عندهم يعني حساسيه من حاجه معينه او حاجه، ده اللي مش هتقدري تاكله لهم، لكن غير كده احنا الاسبوع ده كله عاملينه للمدارس وعاملينه للحاجات بتاعت الاطفال، الحاجات برضو اللي هي زبده الفول السوداني، الحلاوه السبريد، الحلاوه الطحينيه ازاي نعملها في البيت، الشوكولاته القابله للدهن زي ما انتم شفتوا كده، فكل الحاجات دي تقدري تعملها لهم مفيش مشكله خالص، تعملي لهم الوافل، اليومين اللي جايين هنعمل حاجات برضو فيها ميني بيتزا وسندوتشات مدرسه، تقدري برضو تعملها لهم في البيت، معجنات حلوه جدا ومغذيه وفيها قيمه غذائيه عاليه جدا، فبرضو تقدري تعملي لهم كل الكلام ده مفيش مشكله خالص، 2 سنين و3 سنين يعني ياكلوا عادي زي ما احنا بناكل بالظبط مفيش مشكله.